السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، قمت بإعادة وضع فيديو جديد حول درس الجذر التربيعي لعدد موجب بناء على طلب بعض أبنائنا بطريقة مبسطة أكثر. أرجو من المولى أن هذا الفيديو سيفي بالغرض المطلوب. تابعوا معي. الجذر التربيعي لعدد موجب. الجذر التربيعي أو جذر مربع العدد X هو العدد الحقيقي الموجب Y الذي إذا ضرب في نفسه ينتج العدد X. مثلا لدينا جذر X. جذر X أصله ماذا؟ هو العدد Y مربع. نقول جذر تربيعي بمعنى جذر هو الأصل، أصل العدد X هو Y. جذر تربيعي بمعنى العدد مربع بمعنى Y مربع. ما معنى مربع؟ يعني مرفوع القوة 2، يعني Y مضروب في نفسه، 1 2 مضروب في نفسه مرة واحدة. لنأتي بمثال جذر 9. ما أصل العدد 9؟ هو 3. جذر 9 هو جذر تربيعي بمعنى العدد 3 هو مربع، يعني مرفوع القوة 2، أي يساوي 3 في 3 ويعطينا 9. معنى كلمة جذر في الرياضيات بمعنى أصل. نقول جذور الشيء أي أصله. ما جذور العدد 9؟ هو 3. جذر تربيعي بمعنى العدد 3 مربع، أي مرفوع القوة 2، بمعنى 3 في 3. كذلك المثال عندما نقول جذر تكعيبي. ما معنى جذر تكعيبي؟ أنه مرفوع القوة 3 مرات، بمعنى مثلا لو كان عندنا جذر تكعيبي فهو مكرر، العدد Y مكرر 3 مرات بالضرب. الآن عندما نقول جذر تربيعي لعدد موجب، ما معنى عدد موجب؟ أقول مثلا لو نرجع إلى المثال جذر 9، قلنا يساوي 3. جذر 9 كذلك يساوي ناقص 3. نقول جذر 9 يساوي 3 أو ناقص 3. تقول أستاذة كيف ذلك؟ سوف أبسط لكم. لاحظ معي، قلنا جذر 9 يساوي 3 أو ناقص 3. نحن قلنا بأن أصل 9 هو العدد 3 مربع بمعنى يساوي 3 في 3 ويساوي العدد 9. الآن لو نأتي إلى ناقص 3، ناقص 3 ونربعه ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 3 في ناقص 3. ماذا يساوي؟ ناقص في الناقص تعطينا الزائد، 3 في 3 9. 9 عدد موجب، يعني في الحالتين سوف نتحصل على عدد موجب. هذا معناه الجذر التربيعي لعدد موجب. مثال 2. الجذر التربيعي للعدد المربع الكامل 25 هو ماذا؟ جذر 25 هو 5، لأن أصل العدد 25 هو 5. جذر 25 هو جذر تربيعي بمعنى مرفوع القوة 2، يعني مربع. نقول 5 مربع. 5 مربع هي ماذا؟ هي 5 في 5. ويمكن أن نقول كما شرحنا في المثال السابق أن جذر 25 يساوي 5 أو ناقص 5، لأننا عندما نربع 5 أو ناقص 5 سوف نتحصل دائما على عدد موجب. نتحصل على عدد موجب لأن 5 مربع تساوي 5 في 5 وتساوي العدد 25. ناقص 5 مربع تساوي ناقص 5 في ناقص 5 وتساوي كذلك العدد 25. يعني في الحالتين سوف نتحصل على عدد موجب. في الحالتين سوف نتحصل على عدد موجب. ما معنى كل هذا؟ معناه أن الجذور التربيعية في الرياضيات
هي تعبير حسابي رياضي مختصر، حيث نعبر عن أعداد حاصل ضربها في نفسها تعطي العدد الأصلي. يعني هذه الأعداد عندما نضربها في نفسها سوف تعطينا عدد أصلي. فعندما أقول الجذر التربيعي للعدد 16 هو 4، معناه أن جذر 16 يساوي 4 أو ناقص 4. كيف تحصلنا على الجذر 16؟ تحصلنا على الجذر 16 أنه ضربنا العدد 4 في نفسه، لأنه جذر تربيعي، لأنه جذر تربيعي. لقد قمنا بضرب، لاحظ معي، عفوا، جذر ستة عشر يساوي أربعة، معناه يساوي أربعة مربع، ويساوي أربعة في أربعة، ويساوي ستة عشر. كذلك جذر ستة عشر يساوي ناقص أربعة، ويساوي ناقص أربعة مربع، بمعنى ناقص أربعة في ناقص أربعة، ويساوي ستة عشر. يعني في الحالتين سوف يساوي العدد الموجب 16. يعني أن حاصل ضرب هذا العدد في نفسه، يعني هذا العدد الأصلي، يعطينا هذا الجذر الذي هو جذر 16. معناه أن الرقم 16 نتج عن تكرار أو ضرب العدد 4 في نفسه مرة واحدة. في علم الرياضيات هناك قيمتان للجذر التربيعي، بمعنى جذر 16 يساوي 4 أو جذر 16 كذلك يساوي ناقص 4. شرحت هذا الآن. 4 تساوي 4 مربع، وتساوي 4 في 4، وتساوي 16. ناقص 4 وتساوي ناقص 4 مربع، وتساوي ناقص 4 في ناقص 4، وتساوي كذلك 16. يعني في الحالتين سوف نتحصل على عدد موجب، في الحالتين سوف نتحصل على عدد موجب. الآن أتينا إلى العدد الناطق والغير الناطق فيما يخص الجذور. هنا ركزوا معي جيدا. الكثير من التلاميذ عندما قمت بوضع فيديو حول تبسيط عدد غير ناطق قال لي عدة أشياء، ولكن في الحقيقة هي التلميذ لم يتابع جيدا الفيديو. نحن نتحدث عن العدد الناطق والعدد الغير ناطق في إطار الجذور فقط، لا نتحدث عن العدد الناطق والغير الناطق بصفة عامة، بصفة عامة، لأنه غير مقرر في مستوى السنة الرابعة متوسط. هذا سوف تدرسونه في السنة أولى ثانوي إن شاء الله. تابع معي فيما يخص العدد الناطق وغير الناطق في الجذور. هنا لدينا عدد غير ناطق. هنا أتينا بمثال حينما يكون لدينا عدد ناطق. مثال عن عدد غير ناطق، جذر 2 هو عدد غير ناطق. مثال عن عدد ناطق، جذر 16 هو عدد ناطق. ما الفرق بين العدد الغير ناطق والعدد الناطق؟ الفرق بسيط. العدد غير ناطق قيمته لا تكون ثابتة. لاحظ معي، مثلا جذر 2 يساوي 1.414 إلى غير إلى ما لا نهاية من الأعداد. نحن أخذنا فقط ثلاث أعداد بعد الفاصلة. هذه القيمة غير ثابتة، وهذه الأعداد التي بعد الفاصلة ليست دورية. تقول أستاذة ما معنى أعداد ليست دورية؟ الأعداد التي ليست الأعداد الدورية هي الأعداد التي تتكرر، يعني نفسها تكرر 4 1 4 1 4 1 4 1. مثلا لو ذهبنا بهذه الطريقة نقول بأن هذه الأعداد أعداد دورية، وبالتالي هذا العدد هو عدد ناطق. أما في هذه الحالة لو تذهب إلى الآلة الحاسبة وتستخرج جذر 2 فلا تجد بأن هذه الأعداد دورية. بعد هذا العدد سوف تختلط الأعداد. هنا الأعداد ليست دورية، إذن هذه القيمة هي غير ثابتة، تعطى بالآلة الحاسبة فقط. هي قيمة غير ثابتة تعطى بالآلة الحاسبة فقط. أما فيما يخص العدد الناطق كجذر 16 مثلا، فهو يعطينا قيمة جذر 16 يساوي 4 أو ناقص 4 كما شرحنا سابقا. لاحظ 4 هي قيمة ثابتة، قيمة ثابتة،
لذلك نقول أن جذر 16 هو عدد ناطق، لأنه أعطاني قيمة ثابتة. متى نقول عن جذر أنه عدد ناطق؟ عندما يكون يعطيني قيمة ثابتة، أو عندما تكون أعداده بعد الفاصلة دورية. عدد غير ناطق عندما تكون قيمته غير ثابتة وأعداده بعد الفاصلة غير دورية أو ليست دورية. هذا فقط فيما يخص درس الجذر التربيعي لعدد موجب. لقد فهمنا ما معنى الجذر التربيعي، وما معنى عدد موجب، وما معنى العدد الناطق وغير الناطق في الجذر التربيعي. والآن وصلنا إلى ختام الدرس. أرجو من المولى أني قد أوفيت هذه المرة في هذا الفيديو، وتحياتي إلى كل جميع متتبعي الموسوعة العلمية نور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.